أكد وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسن عبيبة أن القناة الثانية دوزيم تعاني من أزمة مالية قديمة بسبب نقص المستشهرين وتراجع الإشهار التي شكلت 90% من مداخلها. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس أن مشكل توقف بث القناة الثانية عبر القمر الاصطناعي نايلسات جاء بسبب تراكم الديون عليها، وقد تمت معالجة الأمر بشكل سريع، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة ضد الكد عام القناة الثانية باعتبارها قناة وطنية إلى أن تتجاوز أزمتها المالية.